لا أحد يتوقع نتائج فورية من محادثات ألاسكا بين الصين والولايات المتحدة، فالخلافات العميقة بين قطبي العالم لا يمكن تذليلها في اجتماع واحد، إلا أن الأهمية تكمن في أنه الأول بين الطرفين في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. الانطلاقة لم تكن مبشرة. الوفد الصيني اتهم الوفد الأمريكي بانتهاك بروتوكول الاستقبال في بداية الاجتماع عبر توجيه هجمات واتهامات لا أساس لها ضد سياسات الصين الخارجية والداخلية، ما أدى إلى تلاسن في الكلام. ردت بكين في المقابل باتهام واشنطن باستخدام قوتها العسكرية وتفوقها المالي للضغط على الدول وإساءة استخدام الأمن القومي لتهديد مستقبل التجارة الدولية، معتبرة أن واشنطن هي مصدر الهجمات السيبيرية. فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية، دعني أقول إنه بالنسبة للقدرة على شن هجمات إلكترونية أو بالنسبة للتقنيات التي يمكن نشرها، فإن الولايات المتحدة هي البطل في هذا الصدد. الولايات المتحدة نفسها لا تمثل الرأي العام الدولي. لا تأمل الصين بتحول العلاقة إلى أي مواجهة أو صراع، هذا ما تؤكده الولايات المتحدة أيضا، لكن ذلك لا يمنعها من استعمال لغة التحذير والوعيد مع بكين. سنناقش أيضا مخاوفنا العميقة من الإجراءات التي تتخذها الصين بما في ذلك في شينجيانغ وهونغ كونغ وتايوان والهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة. هذه الإجراءات تهدد قواعد النظام التي تحافظ على الاستقرار العالمي. يقر الطرفان إذن بصعوبة بعض الجوانب في اللقاء، فأقصى ما يمكن أن يخرج به الاجتماع بحسب المراقبين هو وضع إطار عريض لاستئناف التواصل، وليس التوصل إلى تسوية لقضايا بعينها.